بسبب الخلاف على رفع الأذان، مسجل خطر ينهي حياة مؤذن متطوع إمام مسجد محمد حسن بمنطقة الورديان بمحافظة الإسكندرية عقب صلاة التراويح. وإليكم تفاصيل الخبر. شهدت منطقة الورديان بالإسكندرية جريمة قتل مروعة، إذ أقدم مسجل على ذبح مؤذن متطوع إمام مسجد محمد حسن بمنطقة الورديان عقب صلاة التراويح، وذلك لوجود نقاش سابق بين المجني عليه وبين والد المتهم بسبب منعه من رفع الأذان. وكانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا بوقوع جريمة قتل إمام مسجد في نطاق القسم، وذلك إمام مسجد محمد حسن بالورديان. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين صحة البلاغ والعثور على جثة المدعو حسن عبدالله الجمل مؤذن متطوع بزاوية مسجد محمد حسن بالورديان، وقد قتل عقب صلاة التراويح. وتبين من التحريات أنه عقب صلاة التراويح والخروج من المسجد فوجئ المجني عليه بانتظار 2 من أبناء الشخص الذي تم منعه من رفع الأذان فاعتدوا عليه وقاموا بسبه ثم قاموا بقتله علني. وتم نقل جثة المتوفي إلى المشرحة وتم إلقاء القبض على المتهم.